أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي 14 درجة مئوية، الملموسة 12، رطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا انخفاض كبير على درجات الحرارة ورياح نشطة وموجات غبارية 15 إلى 5، عرعر نفس الأجواء 15 إلى 3 مع فرصة لبعض زخات الأمطار الخفيفة، تبوك طقس مغبر 16 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 24 إلى 11، جدة أتربة مثارة 27 إلى 21، مكة المكرمة 27 إلى 18، والطائف 23 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18 إلى 12، أبها 21 إلى 9، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 25 إلى 14، حفر الباطن الرياح نشطة 24 إلى 9، والإحساء 25 إلى 13. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، رياح نشطة 28 إلى 14، بريدة 26 إلى 7، وحائل 17 إلى درجة مئوية واحدة فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.